جوكم؟ جونا بيض. انا اشوف اليوم، اشوف اليوم محمد مطيري ما قرص والله. طلعت انت موجود في الفقره. لا لا لا، بما ان الحين ما تترك الحلقه اهدى من كذا يا ابن هيا. ودع العام يقصد اليوم. اعطوني السلام عليكم. السلام عليكم. وين خلصتني؟ هنا ان شاء الله. نجاح الحلقه من نجاحكم يقول. يا شباب بدات المحاكمه ولا بعدها؟ تجي الحين. سيد القاضي، انني اعترض على كل ما يقال في هذه القريه. محمد بن عمرو انسان متعجرف. سيد القاضي كيف تتركه يتحدث؟ سيد القاضي كيف تتركه يتحدث وهو لابس نظارة؟ يقول اي حاجة. اتكلم عندي بكلمة هنا. طيب تفضل. انا اطالب من سيادة القاضي ومن المتسابقين ومدعين ان الرجل هذا يعلق في السجن. اعترض. تعترض على ايش؟ خليك ساكت. اعترض على القضية. راح يلبس شيخ القرية هنا. انت قميصك شايف نظاراتك. استراحة، احنا في محكمة يا فاهي. شايف نظاراتك يا طيب. اول راح مكانك. طيب ايش عندك انت هنا؟ انا عندي هلا محامي. خلصتي قلبي؟ للشخص عبد الله الحلافي. راح استريح مكانك. عبد الله الحلافي تفضل. تفضل روح استريح عند اخوك. هذا حاكمين عليه، حاكمين عليه 7 سنين سجن لو سمحت. ازيد 14. يلا انا شلون؟ يلا يا ابو يا شيخ عقاب. شو وضعك بدا زينه؟ شو وضعك من الطيب؟ ايش فيه؟ استريح يا استاذ اللي لابس الكاب. استريح استريح استريح. نبدا لو سمحت يا حبيبي. زنجبيل. خلاص صرت مستند الحين. انا مربى والله. مربى نادي حديد. شيك ما فيك زودتك. واضح مربى الحين. مجال سيد القاضي. حتى الراس مربى. والله في احترام. نظرات مربى. ليش يا ولد؟ قلبي الواد خليك معي. ايه اي واحد يقاطع اودع السجن. ما عليك الامر طيب. استريح استريح. لا خربها معك. اعترض. انا اعترض. الله اعترض. ما في سالفه. عرفت على شيء انت؟ انا اعترض على الاثنين هذول. كوبوي وين حصانك انت وياه؟ جاي من المكسيك. يلا هيها. يلا شباب مع نفسك انت وياه. ابى نبدا يا شباب. يلا يا شيخ عقاب. باقي احد هناك وراك. خلهم بيجون بيجون. ما عليك هذا انتم كلكم بيجون بيجون. هذا المدعي العام. اسمه محامي. المحامين راشد. ها يا اخي بيجون. يلا سووا على ذولي وبس. يا ريت يكون في سبيكر لكل الموجودين هنا. لا لكي نستمع الى حديث. والله ما عندي الذي تاكل. ممكن اشتري منك. لا سلام. لا والله ايش يعني؟ نعم. ما عندي الا هي. حرام. مساك الله بالنور. انا عندي شكوى على محمد العمره. استريح وبعد شوي ياخذ جميع الشكاوي تاخذ هنا. استريح. في حضور الشيخ عقاب كلنا بياخذ حقه. اهم الشيخ عقاب المقتضى. استريح استريح. يلا بنبدا. يلا يا شباب. السلام عليكم. صوت المحامي. انا الشيخ عقاب والحكم على محمد بن عمره. لازم نشرح قدام الناس يعني. يا قاضي انت شو وضعك انت؟ يا قاضي يا قاضي انا اللي بالحق تلقى يجينا هدي قدي. وافلح من صلى على النبي. يا اله. قاضي سيد القاضي اتمنى ان لا يكون هناك مقاطعات من المحامين. ابدا. انا مدعي عام اقول كل اللي عندي. لا يقاطعني ولا يتفلسف. احترم نفسك. لن ارضى. رجاء احترم نفسك. كوبوي محامين مكسيك. محامين نعم. ايش جوك؟ يا هلا والله. ما ادري ايش وضعه بجيب. وين واقف عند الباب. السيد القاضي محمد اوف عرفني بالاشكال هذه. انا ما اعرفها والله. نعم يا استاذ سلطانوف. هذا المحامي بدروف وهذا سعيدوف. ابا الله يسعدك. عرفني عليهم. نعم انت المدعي العام سلطانوف. حياكم الله. لا يخطي الاحترام فوق كل شيء. احنا في محكمه ما احنا بالاستراحه. على الاشكال هذه لا يخطي. مع نفسك. احترموا المحكمه لو سمحت. مع نفسك انت في القلابي. فك القلابي شوي ترخ. لن نبدا الجلسه الا بحضور المتهم. ليس المتهم بل المتهم بل الشيخ عقاب. نشوف وضعك انت وياه. نبت في امركم ان شاء الله وانتم معه. سيد القاضي المحاكمه اليوم عن شخص ما، ممكن تذكر لنا اسمه عشان نعرف شو الوضع؟
لان عندي 13000 قضيه. محمد بن عمره المشرد في الوديان والبراري. اوه قضيته كبيره هذه. ايوه الله يعينكم. جاهز اوراقك؟ جاهز اوراقك؟ جاهز. قضيه ضد المتهم الشيخ عقاب. مع نفسك انت وياه. الاكزه الميدان يا ميدان بدروف. ابشر تراسك. ابشر بقيدك. محامي ثقل يا الخباز. محامي ثقل لن يتكلم الا بالاوقات الصارمه. لو سمحت انت. انا انتغاثني تراك من بدري. ممكن تسكت؟ لن نتكلم. ممكن تسكت؟ خبازين. خبازين لو سمحت. اعتذر. انت راقب صفك على فكره. ادري يا لبي بدروف. بس انت الفرصه الضايعه اليوم. الفرصه الضايعه. احترم نفسك ايها القاضي. نعم. ايها المدعي. يعني ايها المدعي. ايها المدعي العام. ايش تبغى انت؟ نظراتك اللي رسمت بسه ما لك شغل. شايف كبوسك انت؟ ما شاء الله صاروخ يا ود من هنا. يا حضره القاضي. انتم الان راتين ضد محمد بن عمرو. ها حضره القاضي ولا محامين محمد بن عمرو؟ محامين. حضره القاضي تاخير الشيخ عقاب هذا جزء من الاتهام عليه ويؤثر على شغلنا. ويؤثر على شغلنا. هو الكل في الكل. احنا متاخرين. احنا عندنا قضايا لازم نبت فيها. هي الليلة الأخيرة. تأخر الشيخ عقاب ضده. ما في ساعة هنا. الحين أنت عارف الموضوع اللي هنا. بحث الشيخ عقاب تأخر علينا يا شيخ. يا قاضي. الآن يجيك. ما نقدر نمشي الجلسة إلا بحضوره يا. ونسجلها عندك تأخر الشيخ عقاب عن عن الجلسة. الشيخ عقاب ممكن أن يطردك من مكانك أنت وياه. يا عمي. خلي الحدث الزايد عق. السيد القاضي شايف ملابسهم انت؟ ما ادري ايش وضعهم. ما ادري جيبكم هنا انتم. ما ادري ايش وضعهم. ايش ذا المحامين اللي جايين لابسين كذا؟ جوك انت وياه. ايش جوك يا الحبيب؟ جوك انت. ايش في؟ ايش جوك انت؟ ايش جوك؟ السلام عليكم. جوي المحكمة. السلام عليكم. بابا. يا اخوي شيبي لا ترفع اصبعك هنا والقاضي موجود. هذا مدعي عام ما اقدر اتكلم معه الا اذا غلط. انا مدعي عام انت محامي فاهم ولا لا انت؟ الله اكبر. ايش تبي انت؟ الله اكبر. اطلع منها. يا شيخ عقاب. يا قاضي. عقاب يا قاضي ترى عندنا اشغال. عندنا قضايا لازم نبت فيها يا شيخ. نبت فيها الحين. اي واحد منكم عنده شكوى ضد محمد بن عمره؟ ما با فين؟ ما با اعطينا شكواه. جهز امورك يا غازي الذيابي. ما في مشكله. اللي ضد الشيخ عقاب. اللي ضد الشيخ عقاب يجهز نفسه. انا بعد راسي. بالله عليك. تفضل يا عسل. هذه كتل مره. انت الاول يا ابو سعد. ابو فجر. انا انسان حلو. حضره القاضي. اكثر الملاحظات. بعض الملاحظات. كليت كليت. تعال يا الحبيب. غازي تبي قلم هنا؟ في ورقه. تعال. ليه بيكتب شيء؟ خلاص جاء الشيخ عقاب. شوف شوف يا سيد القاضي شوف المحكمه. يا شيخ عقاب ارجع لو سمحت. ولا سجن. سيد القاضي. سجن كلنا بناكل جوع. سيد القاضي شوف القاضي عادي. يا الحبيب اسجنك شهر انت ومكنستك هذه رحناك. معلوم عربي على الدين وخر. عربي معلوم. روح يا شيخ على الدين وخر. شيخ جاء جاء جاء. سلام ورحمة السلام. الله الله يحييك. وينك يا شيخ عقاب تاخذ الله يحييك يا سعادة القاضي الموقر المحترم. الله يحفظك. الرجل الشجاع الصنديد. عطنا ما عندك يا الله يحييك. حكمك. الله يحييك. حياك الله. القاضي هذا في يده مفتاح السجن. تقدر تسجن اي واحد يا شيخ. نعم نعم اي واحد مو معجبه. طيب حنا اولا رحب فينا يا ابو الشيخ عقاب. دقيقه انا برحب فيك. خلني انبثق شوي. دقيقه انبثق. زين دعنا انبثق. انا ضدك في نهايه. خليك مكان ثابت عشان رئاسه البلديه. انا ما اقدر اثبت. ما اقدر انا كذا طبعي لازم انبثق. انبثق في نهايه رئاسه البلديه. نعم في هذا اليوم الموقر المفضل. نعم بكره. بكره ان شاء الله قطعة. هلا هلا ولا هو مرحبا. الرجل هذا بس اليوم شاء. ها يا قاضي وريك. يا قاضي سجل عندك اليوم هذا الشيخ. انا عقاب المتسلط بكرة بسلم الرئاسة الى شخص اخر. نعم سلام. نعم وهناك رجل طريد شريد في الأودية والجبال. نعم الا وهو الجاني محمد بن عمرة. الجماهير استدرتها بهذا الاسم. انا ادري الرجل هذا جاتني شكاوي كثيره عليه وانا اريد العدل والانصاف في نهايه هذه رئاسه هذه البلديه. ارحب لو سمحت اولا
بالمحامي سعيدوف والمحامي بدروف والمدعي العام سلطانوف وسعادة القاضي الموقر جيبروف محمدوف صفق القاضي ابو فجروف محمدوف ابو فجروف ايوه وانا الشيخ عقابوف واقول تفضل يا سعادة المدعي. اسعد الله مساءكم بكل خير اعزائي المتسابقين المدعيين مدعي ثبت نعم سيدي القاضي محمدوف نعم حياكم الله حياك الله بدروف شكرا بكل احترام سكون سعادة القاضي سعادة القاضي شوف اجلس بسرعه لا افصلك من بعضك الحين يلا روح يلا بسرعه يلا سيدي القاضي للاحترام محكمه للمحكمه احترام قصدي ويجب علينا كلنا نقتال تكلم في الموضوع عندي جميع الشكاوي التي صدرت باسم محمد بن عمرو الرجل التائر المتعجرف مقاطع للاصوات يحوش الجلسات النفسيه مقروشنا يلام كثيرا ويسهر كثيرا ذابحنا غاثنا الرجل هذا مسبب قروشه في القريه ومسبب ويطامر في كل شيء ويطامر بعصاه المتخبط لو سمح كانها قريه ابوه كانها قريه ابوه حتى موظفين القريه وموظفين المحلات يشتكون من سعاده المدعي وانا ارى واشوف ان الرجل هذا يعلق في السجن مثل اي اسكت ما لك علاقه في الحكم هذا رايي شخصي هذا رايي الشخصي القاضي القاضي محمدوف اسكت اسكت اخونا القاضي محمدوف نرفض هذا الكلام من المدعي العام انه على يطلق عليه انه انسان متعجرف انه انسان ما يخاف الله انه انسان لا يخاف الله مفسد في الارض احنا نرفض هذا الكلام كله عن ابن عمرو ابن عمرو انسان خلوق انسان يشهد له الكل ويشهد له المتسابقين انه انسان طيب انه انسان سيد القاضي هدوء انه انسان طيب انه اذا جاء الجلسه طال عمرك تزدهر الجلسه ما يقاطع الكلام ابدا نرفض كلام المدعي العام نرفض عندك سيد القاضي نعم الشيخ الشيخ عقاب رجل دخل وتسلط على محمد بن جخير وادخله السجن نعم. اولا قضيتنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قضيتنا الشخص محمد بن عمرو رجل محبوب وشاعر عهدنا منه الطيب اعترض سيد القاضي اسكت الشيخ الشيخ عقاب قام بتدشين كتاب لمحمد بن عمرو وهو ليس موجود نعم وهذا ظلم وتسلط على محمد بن عمرو شاف نظارتك انت نعم شاف نظارتك انت وين يا الحبيب اللي معك لو سمحت كمل كلامك باحترام سجن ما عهدناه من ابن عمرو يا قاضي خلى المدعي يحترم نفسه قاضي انا وش قايل لك انتو بالله انا وش قايل لك يلا كمل المدعي الجاني محمد بن عمرو يا شهيد القحطاني انا محمد بن عمرو ما عليك ذبحتني صار لي ساعتين نعم ابن عمرو انت دافع عن ابن عمرو هنا انتهينا قاضي هذا منهم استريح لا تسجن هذا الشيخ عقاب دقيقة الشيخ عقاب خلاص دقيقة ندافع عنه انت الشيخ عقاب باقي كم لك في الشيخة بكرة هلمو 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 خلاص اسكت اسكت هذا قاضي ولا وش هذا سيد القاضي سيد القاضي سيد القاضي هنا مداخلة بسيطة جميع المتسابقين والمدعيين لديهم شكاوي لو تاخذ كل واحد اسمه يعطيك اللي يعطيك النظرة كل واحد عبد الله سعد تفضل عبد الله سعد تفضل بس يا شباب استريح وبعطيك يا هزاع يا اخوي هزاع اول مرة في ايدها يا اخي تفضل ما شفته والله لابس نظارة صفراء بس ستوب هنا ستوب هير مكانك تفضل ابلوي سيدي القاضي محمد اوف تفضل الله يعطيك العافية حياك الله يا عبد الله سيدي المدعي العام حبيبي سلطان اوف وسعد حبيبي معه محامين الدجة الله يسعدك صحيح احترم نفسك في محكمة الشيخ عقاب الرشيدية يا شيخ عقاب شيخ عقاب اوف يا شيخ عقاب عقاب اوف ان شاء الله على خشم يلا حلو تفضل انبث يلا اعطيني شكوى انا عندي شكوى انا عندي شكوى على المدعي محمد بن عمرو تفضل شو مسوي؟ محمد بن عمرو نعم اول شيء رجال طال عمرك متسلط صحيح متسلط صحيح وتسبب لي كسر في الضلع صحيح الرابع احد الضحايا في القفص الصدري الايمن موجود التقارير موجوده عندك نعم موجوده وانا اشهد بهذا الشيء نعم ويقاطعني
ويقول لي جالك سلال جدي. لحظة ويقاطعني بالكلام ويقاطع الجلسات يا شيخ. شكرا. ورجال طال عمرك سلم لي القريه هذه وخلاها في وجهي وراح. شكرا يا استاذ سعد. اخر نقطة ورجال في الدونية خلاص صدحتني راح اجي شكرا يا ابو سعد. لحظة في الدونية ما يخليني العب اساعد يلعب معي ويخرب اللعب علي. شكرا يا ابو سعد. تروح عندي ابو سعد هزاع هزاع سيد القاضي ويطلق تهم غير صحيحة. سيد القاضي سيد القاضي لا غير مدروب هذا الكلام. سيد القاضي لدي مداخلة من هزاع بن سمرة. تفضل هزاع. السلام عليكم حضرة القاضي. السلام ورحمة الله. سلم عليكم. حياك الله استاذي هزاع. عقابه وانا محامين الشيخ عقاب. هذا الكلام وجهه الى القاضي. اسلم. ابتعد اخونا بن عمرو. حضرة بن عمرو بعد قليل ان بن عمرو ان شاء الله. انا الشيخ عقاب. تفضل. والله بذبح سعيد يا بابا. انا بذبحك يا سعيد. انا عقابه سعيد بحمد بن عمره في الوديان. مسحها في وجهي. سيد القاضي ابشر. يجب الترتيب في المحكمة. سيد ما القاضي ما راح يلعب. تتحدثون عن الطريد. هناك فوضى سيد القاضي. الطريد تتحدثون عن الشخص المشرد المطرود خلف هذه الجبال والوديان. تفضل. محمد بن عمره. نعم صحيح. على نقاء سريرة هذا الشخص محمد بن عمره. إلا أنه اطلب سيد القاضي. إلا أنه تركني أنا رجل مثل الشريد مثل القطو اللي ورا. انام في مكان واصبح في مكان. ليش؟ هذا احد مساوئ محمد بن عمرو. تفضل. هذا المساوئ استقبلها. تفضل يا حبيبي. شكرا يا سعد. مثل القطو. ايه انام هناك واصحى هناك. لا الرجل يشاخر ويسولف في الليل. الله يقطعك. شكرا يا محمد بن عمرو. سود الله بعيد. ابو حور ما كملت. بحور على عجالة ورا المقرن ورا غازي ورا قادر ورا شوان. بحور بسرعة لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهدرة زيادة راح أفصلك. يلا يا حضرة القاضي. لا تركز. يا حضرة المحامين الفلس. ما بيقصر. يا حضرة المدعي أخو القتال. الله يسعد. هذا الشيخ رجل نذر نفسه لفعل كل ما يغيظ المواطنين. لو سمحت رجاء. محمد بن عمرو. قضيتنا محمد بن عمرو. الشيخ عقاب ابن عمرو رجل دون دشن الديوان ومن بعد ما دشن الديوان انقلب لنا شخص اخر. اختفى نهائيا. رجال سوالنا دلة في المزروع وانا الى الان اعاني من فتق في المعدة. شفت يا دكتور؟ هل متسمم يعني كشف نعم. شيء؟ شفت نعم. القاضي؟ ويجبرنا ان نتقاوى من قهوته طرق. خطير الكلام. شكرا بحور. مقرن شواطي. هذا سجلنا في اولا. هذا الرجل. هذا شيخ عقاب. سيد القاضي هنا فوضى في المحكمة. يا بحور ابو حروف. تفضل استاذ مقرن. تفضل يا ليت يا دعوات. سلام مقرن. يا كم هنا في اخلص سعاده القاضي محمد اوف والمدعي العام. شغل مايكل زي الله. تفضل كمل سجن. محمد اوف امسيك بالخير طال عمرك وامسي المدعي العام سلطان اوف والكوبويز بدروف يس وسعيد اوف. يا سعادة يا حضرة القاضي محمد بن عمره. نعم. رجل إذا جلس في الجلسة يخربها. صح. يا سلام. يقطع سوالف أخوياه كذا حبيبي وكفاءة. نعم. روح. رجل لا يقبل المزح. يحب أن يمزح ولا حد يمزح معه. نعم. وإذا حد مزح معه يزعل منه. نعم. يا سلام. مشاكل. نعم. صحيح. ويزعل ويخطي على أخوياه. استريح. سلامات. بسم الله. شكرا. معلش مع الحماس. ما يا قاضي. اين هو القاضي لو سمحت. يوجد هذا مدعي العام. هذا مدعي تعبان. خلاص. وين منك مسوي له مساج هنا بس لا لحظة شكرا يا شباب. لحظة نشحمه.
شحمه يا شباب. والله الحين عودنا هي تفضل المربع. بالله عليك انت يا فهد. اسف انا ما شفت الظروف يا شباب. شباب سيد القاضي يعتذر. انا من شفت نظارتك كل ورديه وغشر يدك. شكرا جزيلا سيد القاضي. طيب حضرة القاضي محكمة الشيخ عقاب نوف راح يجيكم عقاب اوف. ها عقاب اوف. نعم محكمة الشيخ عقاب اوف محكمة عادلة. نعم ونحن من هذا المنبر نطلب منكم اجلده ان تصلخوه صلخا. ابشر بعزلك سلام ارستريه. شكرا استاذ مقري. احد المحامين غادي دياب. احد المحامين لو سمحت بعدين نرجع على المشتكين. المحامين خلينا نتكلم. محامي لن نرضى بهذا الكلام. لن نرضى لان محمد بن عمره من الاشخاص المميزين في هذه القريه. وش دخلك انت؟ محمد بن عمره من الاشخاص المميزين في هذه القريه. حتى بعض المتسابقين شاهد لبن عمره بطيبه قلبه. لن نرضى على بن عمره. والشيخ عقاب هو المتسلط هو الذي نبذ محمد بن عمره بدون اي اسباب. اعترض. ارفض الكلام. ليس على الشيخ عقاب هنا على محمد بن عمره. حضر الشيخ محمد بن عمره ذاك الليل ودشر هذا الكتاب الجميل انت عمري بكل طيبه واحترام. انت عمري انت عمري انت عمري بر الموضوع عمري انت عمري. يذبحني بيذبحني يذبحني يا ريدين انت يذبحني. استاذ عمري انت عمري الزمت عمري. سيد القاضي سيد القاضي جهزوا على المشهود. سيد القاضي سيد القاضي شاهد. منو الشاهد معنا؟ هناك مداخله سيد القاضي. تفضل يا استاذ غازي. هناك مداخله سيد القاضي. يا قاضي يا قضينا. نعم يلي بالحق ترضينا. نعم لازم تربع فيني قبوع فداك. انا ولا محمد بن عمره ما نبغاه في القريه. قل لي ليش؟ قل لي ليش ينصر دينا. يعقل ان رجلا يقف هناك في الخارج يهرج التضاريس والجبال لحاله؟ لوحده مختل عقليا. كلام صحيح يا عيال. ما نبغى محمد بن عمره. يا سلام. شكرا غازي. سيد القاضي اقعد. خلي تكلم لديه ضمان. سيد القاضي قادر. تفضل قادر. انا ما الوم ابن عمره لو نفس وتكلم مع الجبال وتكلم مع التضاريس لان الشاعر ابن عمره. سيد القاضي سيد القاضي هنا مداخله. سيد القاضي يا شباب على ابن عمره جعله شريدا في الجبال والعودية. هذا ما هذا الشيخ. سيد القاضي تسلط على ابن عمره. نعم ونريد ابن عمره حضوره لهذه بكره بالليل. لدينا شاهد حضرة القاضي. لدينا شاهد. لدينا بعض الشهود. يا شيخ عقاب لو سمحت. يا شيخ عقاب. سيد القاضي سلطانوف. تفضل سلطانوف. محمد خرب امامك الحين. مدعي العام سلطانوف حبيبي. ابو حصوف سعيدوف ابو الاعياد. يبيع نظارات خلال فتره سياستي في هذه القريه. المدعى عليه. لحظه هذا شاهد. خلال فتره سياستي للقريه المدعى عليه محمد بن عمره اعترض وشكل حزب ومن ثم صاروا سووا لجنه يبغون يعترضون على الحكم. فالان انا رافع عليه قضيتين على محمد بن عمره. على محمد بن عمره اولا وهي تشكيل الاحزاب. شكل احزاب في هذه القريه. النقطه الثانيه محمد بن عمره قام ويقلب على الشيخ وسوى خيانه وفتنه في هذه القريه. شكرا لك. محمد شاهد القاضي هنا مداخله. شاهد نحن هنا لانصاف الحق. انت بعد محمد بن شهيد. نحن هنا لانصاف الحق ليس الا كم معطيه محمد بن عمره هو الرجل المجني علي. الرجل الجاني الشيخ عقاب بيض الله وجهه ويعطيه العافيه. كانت رئاسته الله يبيض وجهك. كانت رئاسته جميله جدا. نعم ورجل دخل اذا قال القريه به بصهوه جواده. نعم دخل كذا رجل قوي جدا. ونحبه ونقدره. شكرا جدا الشيخ عقاب. لكن محمد عمره محمد بن شخير بالسجن. هل هذا عقاب صلط عليه بالسجن؟ راح ينجلط. من لا 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 الكلام على محمد بن عمره. عقاب صاد بالسجن. يا مسلم لو سمحت. محمد بن عمره قضية محمد بن عمره. خلاص والله ودي اذبح. يا اخي يا خير. طيب يا شيخ عقاب. يا خير يا شيخ حضرة القاضي. خلاص يا شيخ عقاب فضخت قلوبنا الله يرحم والديك. سيد القاضي محامي سيد يبيع نظارات.
انا اعترض بشده. يا شوف الكلام سيد القاضي تفضل. الكلام بن عمره الكلام يقول حولا من هذا الرجل من دخلنا القريه رجل مزاجي. نعم الله عليك مزاجي. رجل لنا اربع اسابيع خمس اسابيع كل اسبوع يطلع لنا مرض جديد. كل يوم يطلع بمرض كل اسبوع يطلع مرض جديد. يوم يقول بطني يوم يقول رجلي ويلعب معنا ورجله توجعه ضدنا. يوم يقول بطني وياكل من المطاعم كلها. يا حق. يوم يقول ايدي ويفقع وجهنا بيده. يا سلام. يوم هذا الرجل يدخل السوالف يقطع الكلام. جميع المتسابقون يريدون ينصر دينه. الله يسلمك. انا ارى ان في قتله صلاح للمسلمين. الله اكبر. ان في قتله صلاح للمسلمين. تكلم انت وياه. انا طال عمرك ارفض كلام هذا المدعي لانه انسان كلامه غير صحيح ابدا. ابن عمرو طال عمرك تسلط على هذا الشخص وسجنه الشيخ عقاب. سجن هذا الشخص الشيخ عقاب وتسلط عليه الشيخ عقاب. تسلط على هذا الشخص. الكلام وابن عمرو كان انسان. لو سمحت انحش وراك يا حبيبي. جنلتوني. الله لا يبارك فيك انت وياه. جايبكم انا عشان محمد بن عمرو ابو الشيخ عقاب. تعال علي ولا خلني. انا اقول انا ضدك طال عمرك. اكتاب عزمت عمري لمحمد بن عمرو. انت تكون حمو على محمد بن عمرو. اصمت ابو حصه. انا حامل يا شيخ عقاب. يلا حبيبي يا شيخ عقاب انبثقوا. انا اقول يا شيخ عقاب. لو سمحت في مداخله. اول شيء محمد بن عبره لازم يدخل السجن. بن عبره ولا بن ضحكه؟ بن عمرو قول زين. بن عمرو لازم يدخل السجن. صحيح. اول شيء هارب برا القرية. صحيح. ونطالب أبو كاتم أنه يخصم عليه. نعم. نطالب أبو كاتم أنه يخصم عليه. ثاني شيء وجوده في القرية مضر لكل المتسابقين. مضر للصحة. مضر للصحة بعد. فأنا أطالب بسجنه. لا تطالب هنا في قاضي. استريح. شكرا هزاع. شكرا. تفضل. أنا طلال ولد محمد بن عمره جنبي بالسرير. وين طلال؟ طلال كل ليلة يبكي. ابي ابوي. وانا طالب ان ابن عمره يجي. ابن عمره يجي يريح الرجال. تعال طلال. ولد ابن عمره. بسرعة يا طلال. حضرة القاضي. هذا المجرم الكبير. المدعي. انا خايف. تمام البمبا. انا خايف. انت الشيخ عقاب. اجلس انت وياه. اجلس انت وياه. اجلس. الربع. اجلس تريح. يا شيخ عقاب. يا النشامة. محمد ابن عمره يجي. من يوم جاء شيخ عقاب. نعم. وانا الحالي كما ابوي ضايع. نعم. تدري وين ابوي؟ اجلس هناك. الحكم يستعطفونك سيد القاضي. الحكم جعتل. الحكم يا شيخ. سيد القاضي الحكم لين ما نبرر. اخر تبرير لكم. اخر تبرير. انا ارفض هذا الكلام كاملا. ارفض هذا الكلام لان الشيخ عقاب شيخ متسلط على القرية وعلى المتسابقين وظلم محمد بن عمرو ظلما شديدا. وضع هذه المحكمة يحكم. انبثق بالحكم. الحكم. اعتراض. حكم سجن اي رئيس قرية قادم. سيد القاضي يحكم عليه بالسجن. يرفض هذا الكلام. اضرب الطاقية. انت وجهك يا شيخ. يا سلطان اف. يا شباب باقي الحكم بس. سجن 24 ساعة. ايوه. الثانية التعليق قبل الدخول على السجن على الباب. الثالثة فيها ظلم يا قاضي. فيها ظلم يا قاضي. 75 جلدة. ايوه. فيها ظلم. تعيش محمد. تعيش محمد. طاقوا بكري منك. طاقوا بكري. يدور. العقوب. لا شيخ عقاب.
عقاب السجن عقاب اسلم عقاب السجن عقاب افتح السجن افتح ارحم افتح السجن افتح السجن افتح السجن يكفيه ابو محمد حطه في السجن اللي فيه دخله جويد 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 خليه يبدل حطه هنا حطه هنا جرحت مشاعر ولد محمد أنا الشيخ عقاب الشيخ عقاب جماعة أنا جبل عمره بيجي بكرة خلاص السجن مكانك من يوم محمد عمره بيجي بكرة السجن مع الخباز يا شيخ يسجن يسجن في المخبز ما بتوصلون يفهموا محمد محمد العمره براشد اسمع 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 الحكم الجديد انه داخل ابراهيم اليوم وطالع بإذن الله ان شاء الله تعيش يا ابو تخار بإذن الله براشد ابن عمره ماني بابن عمره ضر الله جابك منا الى ما له مدى الله شوف اللي يضربوك شوفهم وين